تكفل اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك والاتفاقية الأمنية الخليجية بالتحديات الخارجية والداخلية التي تواجه دول مجلس التعاون، كما تناقش الوحدة الخليجية كخيار لتجاوز المعوقات التي تعترض تلك الاتفاقيتين. أيها السادة والسيدات، لأن الخليج العربي إحدى المجالات الجيوستراتيجية الأكثر حساسية في العلاقات الدولية، فقد تم ربط أمنه بأكثر من نظام أمني خارجي مع أو بدون رضا أهله، حيث كانوا جزءا من نظام الأمن الإسلامي في عصور القوة وفي عصور الانحطاط، جزء من أنظمة الأمن التي سيطرت عليه من البرتغاليين حتى الأمريكيين. لقد كانت قابلية تطوير النظم الأمنية في الخليج مفتوحة لغزاته ولأهله، وستبقى كذلك طالما استمر تغير مفهوم الأمن والقلق فيه من جهة أخرى، وربما تقودنا جرعة القلق الإيجابية للخروج بعلاج لالتهاب فراغ القوة المزمن في المفاصل الخليجية. أتت التحديات الخارجية للخليج نتيجة لموقعها الاستراتيجي بالدرجة الأولى، ثم لثروته النفطية ثانيا، فأصبحت الجغرافيا حمل يثقل كاهل التاريخ. ولا يزال فمن التحديات الخارجية القائمة العلاقات الخليجية الإيرانية، وهو تحدي أخذ شكل الأزمة الممتدة طالما لم يظهر من طهران ما يدل على نيتها لتصبح شريكا إيجابي، وطالما لم يظهر على جانبنا وحدة تتكسر عليها طموحات إيران بفرض الهيمنة والتدخل في الشؤون الخليجية الداخلية وشبكات التجسس والمناورات الاستفزازية والتهديد بغلق هرمز واستمرار احتلال الجزر الإماراتية، وأخيرا الطموح النووي الإيراني كسلاح أو كخطر، لقد تكفلت اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك الموقعة في المنامة سنة 2000 بردع التحديات الخارجية عبر التحول من